الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله الحمد لله الذي تحمدا كلم موسى واصطفى محمدا ثم الصلاة والسلام تهتدى لخير مرسل قد هدى وسددا والآل والصحب ومن يهدينا باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا فيا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هادينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت القلوب إن لاقينا يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله هدى ورحمة للعالمين كمله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ضاقت حيلتنا أنت وسيلتنا خذ بيدنا أدركنا بعزة الله أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري وعار على راعي الحمى وهو بالحمى إذا ضاع في البيداء عقال بعيري ولنا قلوب عند قبر محمد طافت بنا حول الضريح المعظم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقادتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة الزهرة وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وارض اللهم عن عمي رسولك الحمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الدنس والأرجاس وارض اللهم عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله قالوا أتفنا وقوفا في منازلهم هل نظرة بالرضا منهم تؤملها فقلت والقلب قد ضجت أضالعه والعين وحسرتي قد فاض مدملها منازل الحب في قلبي معظمة بلؤلؤ الدمع من عيني أكللها فلا أبارحها حتى أموت بها حبا لمن كان قبل الموت ينزلها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات أو سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم أحبابنا الكرام سادتنا الأفاضل يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله عن سيدنا رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها ينفون عنه غلو الغالين ونحل المبطلين ينفون عن هذا الدين الحنيف الذي نزل وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فكلما خرج الأفاكون والأفاقون في المجتمعات الإسلامية وحاولوا أن يحرفوا حقيقة رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عنوانها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودلالة الخلق الضائعين التائهين في ظلمات هذه الدنيا إلى حضرة الله سبحانه وتعالى
كلما أرادوا أن يحرفوها عن هذا المسار وكلما انحرفوا بها أرسل الله سبحانه وتعالى مجددا لهذا الدين من أهل الإسلام ومن أهل المنهج الصحيح المتوارث عن العلماء إلى العلماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أردت من هذه المقدمة أن أجعلها بداية ومقدمة لحديثي عن رجل من وعالم من أجل العلماء وشيخ من أجل الشيوخ، هذا الشيخ الذي كان في الحقيقة، ولا أقولها من باب غلو ولا من باب محبة زائدة، وإنما كان هذا الشيخ قدس الله سره رمزا للإخلاص في عبادة الله والدعوة إلى الله والعمل من أجل الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله. ولربما تذكر وتكون هذه الخطبة أول خطبة في هذا المعهد عن هذا الشيخ رضي الله عنه وقدس سره. هذا الرجل الذي كان بحق الداعي الحقيقي إلى الله، المعرف للخلق بالله، المجدد للدين، الذي ذل عند قدميه العظماء والعلماء، وذل عند قدميه الساسة والقادة والرؤساء بعز عزيز أو بذل ذليل. وإنما حقيقة هذا التوجه وحقيقة هذا الحال الذي كان عليه هذا الشيخ قدس الله سره العظيم وأفاض علينا من أنواره كما أفاض على إخوانه وأحبابه من قبلنا فبلغوا به ذرى الكمال رضي الله عنه وأرضاه، شيخنا وأستاذنا وملاذنا وقرة أعيننا الشيخ أحمد كفتار وقدس الله سره العظيم. هذا الرجل بهذه الوقائع التي سأرويها لكم في هذه الوقفة وفي هذه الدقائق المعدودة بإذن الله سبحانه وتعالى، سأروي وقائعا لم تؤخذ عن قيل وقال، وإنما أخذت عن العلماء بالسند والرجال العدول. الشيخ أحمد كفتار رحمه الله كان مفتي الجمهورية العربية السورية من حقبة الستينيات حتى وفاته في عام 2004. هذا العالم الجليل ولد في عام 1912 للميلاد، أي قبل 104 سنوات من تاريخ هذه الساعة. هذا الشيخ العظيم كان من أعظم علماء الإسلام، وأقولها حقيقة، ذل وتذلل إليه العظماء من شرقها ومن غربها، وأسمع صوت الإسلام لآذان كانت صماء عن كل ديانة تعارض ديانتها، وهدى الله سبحانه وتعالى على يديه من المشرق والمغرب ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي للدخول في الإسلام. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه هي الدرجة الأولى، وهذه هي الغاية الأولى، وهذه هي المهمة الأولى للداعي إلى الله. أحبابنا الكرام، قبل أن أتكلم عن هذا الشيخ أريد أن أقف موقفا عظيما جدا جدا لننظر فيه عظم انكسار العارفين بالله، عظم انكسارهم وتذللهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى. فما أتى عز هؤلاء القوم إلا من وراء ذلهم وتذللهم لله. والد الشيخ أحمد كفتارو اسمه الشيخ محمد أمين كفتارو، وكان عالما من علماء الأكراد في مدينة دمشق، وكان شيخ الطريقة النقشبندية العلية في ذلك الزمان، أخذها عن شيخه الشيخ أمين الزملكاني عن شيخه الشيخ عيسى الكردي بطريق مسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل وهذا الشيخ العالم الجليل ذهب إلى الحج، وعندما وقف والتزم الملتزم ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى عند الملتزم، وضع صدره على الملتزم ودعا بثلاث دعوات، فقال: ما بارحت مكاني إلا وقد أجيبت هذه الدعوات الثلاث. دعا ثلاث دعوات عند الملتزم: فما بارحت مكاني حتى أجيبت هذه الدعوات الثلاث. الدعوة الأولى
كل واحد منا يحب الخير لأهله وطلابه وللمقربين منه. فقال: اللهم اجعل خليفتي في الدعوة إلى الله من صلبي. ومنهم سابق الخيرات بإذن الله. هذا الإذن العظيم الذي حدثنا عنه أهل الله وسمعنا من أهل الله عن هذا الإذن وعن عمق هذه التربية العظيمة، حيث أنها الوراثة على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم اجعل خليفتي من صلبي. هذه أول دعوة. والدعوة الثانية: كان هو شيخا في مسجد صغير اسمه مسجد أبي النور. مسجد أبي النور هو في جبل ركن الدين في مدينة دمشق، وكان هذا المسجد لا يعد أن تكون جدرانه مثل جدران هذا المعهد، أي بحجم هذا المصلى الذي نحن فيه الآن. فقال: اللهم كبر جامع أبي النور حتى يصير إلى ما بعد النهر. يكبر الجامع وصير عمل الدعوة فيه منتشر حتى يصير إلى ما بعد النهر، وجعله كعبة العلم في العالم، واجعل هذا المسجد مسجد أبي النور كعبة العلم في العالم. الدعوة الثالثة: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد اختصنا بأن جعلنا من أهلها سبحانه وتعالى. فإن الشيخ دعا بالدعوة الثالثة فقال: اللهم كل من أحبني وكل من تابعني على طريقي ومشى على ممشاي، اللهم فاحشره معي إلى الجنة يا رب العالمين. هذا كان ثلاث الدعوات. تمضي الأيام وتمضي الشهور، ويبلغ الشيخ أحمد كفتار من عمره 20 عاما، وعندما كان معتكفا في المسجد في جامع أبو النور داخلا في الخلوة يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الليل يأتي إليه والده الشيخ أمين رضي الله عنه وقدس سره، فيطرق عليه الباب ويدخل فيقول له: يا أحمد، قد جاءني الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قم وقل لأحمد أنه قد أذن في الدعوة وتربية الإخوان والمريدين. فكانت هذه الدعوة الأولى، فكانت هذه الدعوة الأولى وهذه نتيجتها، فصار هو وارثا لشيخنا الشيخ أمين كفتار في الدعوة إلى الله وفي توجيه المريدين. أما عن الدعوة الثانية فهذا هو دعاء المخلصين الذين يعولون على الله سبحانه وتعالى فيعطيهم عز وجل بأعظم أو أعظم مما يطلبون. طلب أن يكبر جامع أبو النور حتى يصبح إلى ما بعد النهر، ولكن جامع أبو النور لم يكبر حتى أصبح إلى ما بعد النهر، بل كبر إلى ما بعد ما بعد النهر، وصار 8 طوابق، مساحة كل طابق 8 درمات، وصار يقصد للعلم من طلاب العلم من شرقها إلى غربها ومن أقصاها إلى أقصاها. فصار جامع أبو النور كعبة العلم في الأرض، وصار حجاج وطلاب العلم يأتون إلى جامع أبو النور ليتعلموا. وقد تعرفت في ذلك المكان على طلاب من قرغيزيا ومن بلاد الاتحاد السوفيتي ومن بلاد المشرق، المشرق أقصى المشرق، من بلاد الصين وغيرها، ومن بلاد الجنوب، ومن كل أنحاء الأرض يأتون إلى هذا المعهد يتعلموا العلم الشرعي. أزيدكم أن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه وقدس سره كان هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، كان داعيا عصريا منفتحا، داعيا عصريا منفتحا، التزم بأسس الإسلام القائمة المتمكنة عن طريق العلماء، وأخذ العلم عن كبار العلماء في زمانه، فأخذ تلاوة القرآن وأخذ علوم الحديث وعلوم الفقه، ومضت به الأيام حتى صار الداعي الأكبر. فكان يحدث عن نفسه فيقول: كنت في ليلة من الليالي أدعو في سجودي. وهذا الكلام سمعته من شيخنا حفظه الله في أحد التسجيلات من حوالي 10 سنوات تقريبا. فكان يدعو في سجوده فقال: اللهم اجعل هداية أهل دمشق على يدي. فإذا به يسمع صوتا أو هاتفا فيقول: يا أحمد، هذا ظنك بربك؟ بس يكمتك هذا ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ فقال: اللهم اجعل هداية أهل سوريا على يدي. أن تكون أهل سوريا كلها تكون هدايته وين؟ على يدي الشيخ أحمد وعلى يدي طلاب الشيخ أحمد كفتار رحمه الله.
فسمع نداء وهاتفا يقول له: يا أحمد، أهذا ظنك بربك؟ بس لهون يعني هيك ظنك بالله سبحانه وتعالى على سوريا؟ فقال: اللهم اجعل هداية أهل المشرق والمغرب على يدي. الدعاء الأخير والطلب الأخير: اللهم اجعل هداية أهل المشرق وأهل المغرب على يدي. ولكن السؤال: هل فعلا هدي أهل المشرق وأهل المغرب على يدي؟ أسألكم، ماذا يوجد في أقصى بلاد المغرب وماذا يوجد في أقصى بلاد المشرق؟ ذهب إلى أمريكا في 10 أشهر، أحدث ضجة عظيمة جدا جدا في أمريكا، حتى قام بعدها اللوبي الصهيوني بتجديد الفيزا وجواز السفر له وطرده خارج أمريكا، لأنه لو بقي فيها 10 سنوات لصارت أمريكا دولة إسلامية. وإلى الآن طلابه الذين رباهم من الأمريكان ومن غير الأمريكان يفتحون جامعة باسمه في أمريكا، باسم جامعة الشيخ أحمد كفتار. أما عن دعوته لبلاد المشرق فكان لها قصة عظيمة نجيبة طريفة. هذا الرجل سيدنا وشيخنا دعاهم غورباتشوف. غورباتشوف كان رئيس الاتحاد السوفيتي، دعاهم إلى موسكو في مؤتمر سموه مؤتمر الأديان، فجمعوا به من كل أديان أهل الأرض، من الهندوسية والسيخية والمسيحية والمسلمين واليهود والزردشتية وإلى ما هنالك من هذه الملل ومن هذه النحل، فاجتمعوا كلهم في موسكو. وكان هذا الاجتماع واستمر أياما، وفي اليوم الأخير خرج غورباتشوف يريد أن يعلن بنفسه رئيس الأديان في العالم، بده يعلن مين هو رئيس الأديان في العالم. فوقف غورباتشوف أمام الجمهور وأمام الملأ فقال: أعلن رئيس الأديان في العالم هو الشيخ أحمد كفتار مفتي سوريا. هذا كان رئيس الأديان في العالم. فقال: والله أنا استغربت من نفسي، لماذا يختارني أنا وهو الشيوعي الذي لا يؤمن بالله أصلا ولا يؤمن بوجود الله؟ فعندما سأله هذا السؤال: لماذا اخترتني؟ فقال: يا شيخ والله، ولا يقسم بالله، استغفر الله، ولكن قال: لم أدع أحدا إلى هذا الاجتماع إلا وبازرني. كم تريد أن تعطيني؟ شو بدك تعطيني مصاري؟ وإلا سألني: متى كلمتي؟ وأين سأنام؟ وأين سأجلس؟ ومن قبلي ومن بعدي؟ ولماذا فلان ولست أنا؟ وسألني: إلا أنت كنت تفعل كل ما يطلب منك وكل ما يتيسر لك في هذا الأمر دون أن تتكلم ودون أن تنبس ببنت شفا. فصار هو رئيس الأديان. ففي هذا المؤتمر تعرف على جماعة من اليابان اسمهم طائفة الأوموتو، أكبر طائفة دينية في اليابان، وتعدادها 60 مليونا، تعداد هذه الطائفة 60 مليون. فتعرف على قادة هذه الطائفة، ولننظر إلى حكمة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فكان يقول إن قوام الداعي إلى الله سبحانه وتعالى 3 أشياء: الحكمة والعلم والربانية. الحكمة تكون بمعاملة الناس وبمخالطة الناس وبمخالطة العلماء، والعلم يؤخذ في المدارس ويتعلم من العلماء، أما الربانية فلا تأتي إلا بالانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. الربانية. فعندما جلس مع هذا الوفد سألهم عن عقيدتهم: ماذا تعبدون أنتم؟ فكان جوابهم أن عقيدة هؤلاء القوم هي عبادة الأجداد، يعبدون أسلافهم. فصار يحدثهم عن علم الأنساب عند العرب، وأن العرب تحفظ أنسابها وتفتخر بأنسابها. هذا كلامه، فأعجبهم كلامه، ثم دخل من هذا الباب ليتكلم لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم لهم عن دعوة الإسلام. فأسلم كل أعضاء الطائفة وجاءوا معه إلى دمشق وجلسوا معه في دمشق، وقام لهم بدورة تعليمية سريعة، وبعد ذلك خرج معهم بنفسه إلى العمرة. فعندما وقفوا عند البيت العتيق عند الكعبة المشرفة، فإذا برئيس الطائفة يبكي بكاء ويجهش بالبكاء، فيقول له: يا سيدي اتركني، فوالله ما نعرف بأي ظلمات كنا نعيش، والله إني لأرى الساعة الآن شلالا من الأنوار ينزل من السماء على هذا البيت ويطوف منه إلى كافة أنحاء العالم، إلى كافة أطراف الأرض من هذا البيت من الكعبة المشرفة. وتكرر نفس الموقف عند
حجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى شلالا من الأنوار ينزل من السماء على هذا البيت أو على هذه الحجرة ويتفرع منها إلى أنحاء الأرض. أحبابنا الكرام، أختم بقصة من أحد محبيه الكبار سمعتها منه في عام 2008، حيث كنا في إحدى المزارع في ريف دمشق. هذا الشيخ هو شيخ بشير الرز، فيقول عن نفسه: كنت سكافيا وكنت فقيرا لا أجد ما أعيل به نفسي، وكنت قد صرت إلى الصف الخامس وتوقفت عن الدراسة، ويوم من الأيام ألتقي بالشيخ أحمد كفتارو، فيقول لي الشيخ أحمد كفتارو: هل تعلمت يا بشير؟ تعلمت أو شو عم تدرس كذا؟ فقال له: والله يا سيدي أنا رجل فقير ولا أجد ما أتعلم. فقال له: يا بشير أطلب العلم. قال: فتوجهت إلى المدرسة وصرت أطلب العلم. وفي يوم من الأيام، سألقي عليكم قولا ثقيلا، وفي يوم من الأيام جلست بعد صلاة الفجر أقرأ القرآن في جامع بني أمية في المسجد الأموي الكبير في دمشق. قال: فبينما أنا أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر، فإذا بي أحس بأني أطير وأخرج من المسجد إلى الأعلى. قضية روحية عظيمة جدا جدا. فصرت أرى الناس يمشون في الشارع، شايف الناس شو برا عم تمشي، فإذا برجل ينهزني فيقول: شو بدك جاي تنام هون؟ روح نام بيتكم. فصار هذا الرجل ينهزني. قال: فاستيقظت، سبحان الله وبحمده، قبل قليل كنت أنا فوق الجامعة، شو جاب لهم بلحظة؟ قال: فذهبت إلى الشيخ شاكر الحمصي. الشيخ شاكر الحمصي هو من مدينة حمص، وكان قد أتى إلى دمشق في فترة من الفترات، واسمعوا إلى عظم توجيه أهل الله. فذهبت إلى الشيخ شاكر الحمصي فقلت له: يا سيدي، لقد رأيت في المسجد وأنا جالس أنني طرت وارتفعت، فصرت أنظر إلى الناس يمشون في الشوارع حول مسجد بني أمية. فقال له: اذهب إلى الشيخ أحمد كفتارو، اركب بترامواي، اذهب إلى الشيخ أحمد كفتارو واطلب منه الطريق وعلم الطريقة. رحت علم من عند الذكر وخذ عنده ورد من عند الشيخ أحمد كفتارو. قال: فعندما قال لي هذا الكلام، يعني ما أخذت شيئا بالشيء، ومضى الأمر بعد عدة أيام، فإذا بي في المنام أرى قوما يأتون ومعهم عراضة، جايين عراضة، ناس ماشيين في العراضة ويحملون عصيهم، فيقولون: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، يكررون هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن ألحقهم، فإذا بشخص يقول لي: تعال سأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعندما أتى بي فقال لي: هذا هو رسول الله. قال: فنظرت إليه فقلت: هذا ليس رسول الله، هذا شيخي الشيخ أحمد كفتارو، هذا الشيخ أحمد كفتارو أنا أعرفه. فقال له: أنا أقول لك هذا رسول الله. فمعنى هذا الكلام أنه في هذا الزمان هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباب الرسالة قد أغلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما حدا يروح يقصة بكرة من جماعة أهل الأهواء ويقول: أقول هذا جماعة الشيخ يقول أنه عن شيخ أنه رسول الله. لا، وإنما هذا الكلام يؤول في الرؤيا على أن هذا الرجل هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي: هذا رسول الله. فاستيقظت من نومي ودهشت، فذهبت في اليوم التالي للشيخ شاكر الحمصي مرة ثانية، فقلت له: يا سيدي رأيت في منامي كذا وكذا. فقال: ألم أقول لك في المرة الماضية اذهب إلى الشيخ أحمد كفتارو وقل له أريد أن أتعلم الذكر؟ روح لعنده قل بدي أتعلم الذكر. قال: فقلت له: يا سيدي أنت أعطيني ذكر للشيخ شاكر الحمصي، أنت شيخ طريقة مجاز، أعطيني ذكر. فقال له: يا بني، إن هناك مريدا أنا أنتظره، أنا عم بستنى شخص، هالشخص هذا بده يجي من الأيام، شيخي بعتني لهون، أنا أنتظر هذا الشخص حتى أعطيه الطريق وأعلمه الذكر، سأعود إلى حمص بعد ذلك، أنا عم بستنى حتى تجي أو يجي الإذن لهذا الشخص فأعلمه الذكر. والشيخ شاكر الحمصي كان مدير لأوقاف حمص في حقبة الستينيات. قال: فعند ذلك قلت له: الشيخ أحمد يعني شيخ منيح، شيخ كويس، أسلك عنده أو ما أسلك عنده؟ قال: فصاحبي بأعلى صوته فقال: أنا أقول لك اذهب إلى شيخ أحمد وأنت تقول لي هو شيخ منيح ولا مو شيخ منيح؟ أنا أقول لك روح لعنده وبتقول لي شيخ منيح ولا مو شيخ منيح؟ وعزة ربي ما من ولي إلا يشرب من قلب هذا الولي، ما في ولي في الأرض إلا ويشرب من قلب هذا الولي، ولو أردت أن أكمل لكم ويتسع لنا المجال لتكلمت لكم بأكثر من ذلك وعن رجال من العدول بأسمائهم لأحوال رأوها من الشيخ أحمد كفتارو. فقال: ركبت في الترامواي وذهبت إلى جامعة أبي النور. فبعد صلاة الجمعة أتيت إلى الشيخ أحمد كفتارو فقلت له: سيدي أنا أتيت أريد أن أخذ الورد، جاي بدي أتعلم الذكر. فقال لي: يا بني امهلني قليلا فإن عندنا وفدا أجنبيا
سأقابلهم الآن وأعود لك. قال فمشى بضع خطوات ثم التفت إلي وعاد فقال أهلا أهلا بمبعوث الشيخ شاكر الحمصي مباشرة، شغل الدقائق بسيطة جدا جدا. أهلا أهلا بمبعوث الشيخ شاكر الحمصي. هذه قصة سمعتها من الشيخ بشير الرز رحمه الله تعالى وقدس سره في عام 2008. فيقول شيخ بشير الرز رحمه الله: لم أكن شيئا وإنما كنت شيئا لا يذكر، كنت نكرة فصرت معرفة بشيخنا، فصرت أنا عالما من العلماء. رأيت الطين في الحمام يوما برأس الحبيب أثر ثم نسم، فقلت مسك هذا أم عبير فقد صيرتني في الحب مغرم. هذا قديما كان يحط البيلون في الحمام ويتحمم فيه في حمام السوق ويمزجوه بشيء من العنبر وشيء من المسك حتى تصير ريحته طيبة. فهذا الشاعر قال: رأيت الطين في الحمام يوما برأس الحبيب أثر ثم نسم، صار فيه لون عمي في الشعر وصار فيه له رائحة طيبة، أثر ثم نسم، فقلت مسك هذا أم عبير فقد صيرتني في الحب مغرم. فقال الطين: كنت تربا من الأرض حقيرا، صحبت العلماء أو صحبت الشيوخ صيرني الله مكرم، صحبت أكابرا فزدت قدرا، كذا من صاحب العلماء يكرم أو كذا من صاحب الأولياء يكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامتهم وأن يكرمنا لهم، فإن أعمالنا لا تؤهلنا للوقوف حتى بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا ندخل على الله سبحانه وتعالى ندخل على الله بكرامة المقربين على الله سبحانه وتعالى. اللهم بسرهم لديك وبسيرهم إليك، اللهم اجعلنا من السائرين على نهجهم، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال يا أرحم الراحمين، إنك سميع قريب ومجيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.